تشوفوا حتى المسألة تتبين هنا بعض الجهلة حقيقة، جهلة أهل الخلاف. يقولون شوفوا الشيعة ليش يحبون سلمان الفارسي؟ لأنه فارسي، هذولا فرس عجم صفويين عندهم شعور قومي يعني، فأي واحد فارسي خلوه على راسهم يعني. سلمان كان فارسيا، ما أحببناه لكونه فارسيا، أحببناه لأنه اتبع النبي وأهل بيته عليهم السلام ولم يخن. سلمان منا أهل البيت. إذا كانت المقاييس عندنا هي مقاييس قومية كما يضحك عليكم هؤلاء الكهنة السفلة يقولون التشيع فارسي وتشيع نزعة شعوبية وفارسية وقومية ومن هذا الكلام، لو كانت هذه هي المقاييس فلماذا كرهنا نحن سالما وهو أيضا فارسي؟ لماذا؟ لماذا كرهنا هرمز الفارسي؟ أكو واحد اسمه سلمان الفارسي، أكو واحد اسمه هرمز الفارسي. هرمز الفارسي هذا لماذا كرهنا؟ لأنه ممن هجم على الزهراء البتول عليه الصلاة والسلام. فليست مقاييسنا هي ما تظنون، مقاييسنا دينية شرعية مبدئية أخلاقية. في الجانب الآخر هم يتصورون أن الشيعة يكرهون بني أمية هكذا، يعني مشكلة عنصرية كأنها. ما كرهنا بني أمية إلا لأنهم في أكثريتهم كانوا معادين لله ولرسوله ولأهل البيت، وإلا لماذا لم نكره هؤلاء الأمويين مثلا؟ احسب عندك خالد بن سعيد بن العاص الأموي من أصحاب رسول الله، لماذا لا نكرهه بل نحترمه ونجله ونترضى عنه؟ لأنه كان من الأصحاب الذين ما خانوا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا خانوا أهل البيت، له مواقف دينية مبدئية شجاعة. اللهم صل على محمد وآل محمد.